الا طلع حقوق دم اخواني ذولا طاعوا بالساعة. ما راح ارجع للبيت الا ساقط العذاب. أثر دماء شهداء العراق محفور في ذاكرة متظاهري ساحة الاعتصام بمحافظة البصرة عبر مهرجان أقيم تحت عنوان بصمة الشهيد، تخليداً للدماء التي سالت بين فكي الميليشيات والقوات الحكومية. بمشاركة واسعة من الشعراء والفنانين أقيم هذا المهرجان الجماهيري، حيث وجه الشعراء رسالة إلى الميليشيات القمعية منددة بتبعيتها العمياء للأحزاب السياسية. حي الله المقاتل هذا أبو الغيرة، الما يتبع عبارة توجهها بخيرة، الما ضدي التابع للسياسيين، الما ينزع وجه ويبدل بغيره. وفي محاولة لتأكيد أهداف ثورة تشرين وتقطيع حبال الطائفية التي خنقت بها الأحزاب السياسية العراق، وجه شعراء المهرجان رسالة خاصة إلى مدينة الرمادي تعبر بالكثير عن مضمون ثورة الشباب الواعي. تحية الكل أهل بالرمادي، البصرة تقول إحنا وياكم إخوان، إحنا نحب علي ونزور الحسين، شكو بيها إذا حبيت عثمان. المهرجان تخللته أيضاً صور فنية عديدة تصب جميعها في الاتجاه نفسه، وهو التنديد بالقمع المستمر ومواصلة مسار الثورة. وتقول عزيمة الثوار: إذا كانت آلة القمع عازمة على جرنا في نعوش الموت مقابل إخراج حقوقنا الدفينة من تابوتكم فليكن.